اكيد في حياتك مريت بمواقف كويسه حلوه زي اي انسان طبيعي، ومواقف صعبه. ايه اكتر موقف صعب فرق معاك، فرق علم؟ هنا انا قبل الموقف الصعب ده انا كنت شخص، وبعد الموقف الصعب ده بقيت يعني اتغيرت، فرقت معايا. لا بصي، طبعا هو في كذا موقف يعني انا شايفهم كانوا صعبين عليا جدا. كانت وانا بلعب في نادي السكه الحديد كان حصل لي اصابه، كسر مضاعف في عصبه رجلي، وعملت عمليه وقعدت بعيد عن الكوره سنه، وحسيت ان الدنيا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. دي حاجه اثرت فيا وكانت مزعلاني جدا، ولكنها في الاخر اكتشفت ان كانت للصالح وايه وكانت وش الخير. وطبعا موقف تاني اللي حصل، طبعا اللي حصل كان في ماتش الاهلي والمصري اللي حصل في بورسعيد، والناس اللي ماتت من جمهور الاهلي اللي جم ورانا عشان يشجعونا والكلام ده، الموقف دوت طبعا لحد الله دلوقتي يرحم شهداء طبعا طبعا النادي الاهلي. يعني طبعا ده موقف تاني انا بالنسبه لي يعني بالنسبه لي صعب صعب صعب، وما بحبش ان انا افتكره خالص. بتحصل بقى مواقف طبعا بتبقى اقل حده شويه، اللي هي مثلا لما اكون بقى بلعب على نهائي بطوله وبحس ان خلاص مقرب من البطوله، وفي الاخر بصحى بقى على يعني من الحلم اللي انا فيه ان انا خسرت او البطوله راحت او الكلام دوت، يعني ده برضو شيء بيحز في نفس الواحد شويه، ولكن بيبقى برضو ايه عامل مساعد ان احنا السنه اللي بعدها على طول لازم نعوضها ونكسبها. هل هو يعني لما بيحصل مفيش مثلا مكسب، والكوره مكسب وخساره زي ما احنا عارفين طبعا، هل ده بيأثر فيك؟ طبعا اكيد بتبقى متضايق، بس ده بيحفزك اكتر للمكسب، ولا ساعات في بعض الناس هي نفسيتها بتبقى بيجي لهم احباط شويه لا فتره لا لا طويله لا. عبال ما ازعل يطلع؟ شويه ازعل شويه، لان خدي بالك انا زي ما انا بلعب عشان اكسب انا راجل بتقبل الهزيمه جدا، وزي ما روحك انت رياضيه. قلتي لا لا خدي بالك، اصل دي مشكله في ناس، في ناس ما بتتقبلش فعلا الهزيمه. انا بلعب رياضه في الاول وفي الاخر، بلعب رياضه بلعب كوره علشان ايه؟ علشان اتبسط، علشان اتبسط، خصوصا لو في نادي كبير زي النادي الاهلي. لما كنت بتعرف النادي وراكي ملايين، انت محتاجه ان انت تبسطي نفسك وتبسطي كمان الملايين طبعا اللي في ظهرك. مسؤوليه كبيره. طبعا مسؤوليه، طبعا العبي واكسبي وازعلي اما تخسري، ولكن زي ما بقول لك يبقى حافز علشان السنه اللي بعدها على طول، ولكن اما تخسر ازعل بس برضو ايه ارفع راسك فوق، انت بتكسب على طول مفيش مشكله، الرياضه ما اتخلقتش عشان انت تفضل تكسبها على طول، فلازم الواحد يتقبل هزيمه، وانا من الناس اللي بتقبل هزيمه جدا يعني.